على ضوء التطورات الأمنية الإقليمية، تحديات جديدة قديمة تبرز أمام أمن العراق. أبرز هذه التحديات هو الانسحاب الأمريكي القتالي نهاية العام الحالي، حيث يتخوف خبراء من احتمالية أن يسبب هذا الموضوع نقصاً في إمكانية الدعم الجوي وحتى الرصد الراداري. تواجه جهود العراق الأمنية تحدياً آخر يتمثل بتعزيز الجهد الاستخباري لمواجهة تنظيم داعش الذي بدأ نشاطه يأخذ شكلاً آخر بحسب تقارير غربية. إذن وجود خلايا الإرهاب النائمة لا سيما في المناطق التي تشهد فراغات أمنية كديالة وصلاح الدين وكركوك يشكل تحدياً بارزاً للقوات الأمنية التي تحاول إنهاء هذا الملف من خلال عملية عسكرية ومستمرة. السلاح المنفلت أحد أبرز الهواجس الأمنية في العراق، تسبب طوال الفترة الماضية بإضعاف الاستثمار وتهديد حياة الكثيرين الذين اضطروا للهجرة خارج العراق، ويشكل أيضاً إنهاء هذا الملف المعقد تحدياً كبيراً لكل الحكومات المتعاقبة.